اهلا وسهلا بيكم متابعي موقع مصراوي، وانا معاكم علاء احمد ومعايا زميلي محمد القرش مسؤول ملف الرياضي في موقع مصراوي. النهارده هنتكلم، يعني قبل ما نتكلم طبعا برحب بيك يا قرش. النهارده هنتكلم عن شويه حاجات في الوسط الرياضي. اللايف ده عن الوسط الرياضي مش لايف حوادث. انا بقول كده ليه؟ لان ثلاث ارباع الاخبار الرياضيه دلوقتي في المحاكم. عندنا تلات لعيبه النهارده في المحاكم، عندنا فتوح ومن زكريا وثلاثي الزمالك. ثلاثي الزمالك تلات لعيبه او اربع لعيبه واداري موجودين النهارده في المحاكم، في مشاكل خارج الملعب اكتر من مشاكل الملعب. اللايف ده لايف رياضي مش لايف حوادث، او ممكن الناس تعتبره لايف حوادث لان الرياضه دخلت المحاكم. طيب احنا النهارده عندنا زي ما قال زميلنا محمد القرش، عندنا ثلاث حاجات حصلت النهارده في المحاكم المصريه تخص اللاعبين المصريين، ويمكن ابرزها يعني احمد فتوح، والابرز اكتر واللي ظهر على سطح اكتر من امبارح او من اول امبارح قضيه ثلاثي الزمالك. تقول لنا ممكن يا محمد ايه اخر التطورات اللي حصلت النهارده في يعني ثلاثي الزمالك؟ خلينا نبدا من القصه من اولها، وضربات الترجيح كانت شغاله بين الزمالك وبيراميدز في ماتش يوم الاحد، وحاول دونجا انه ينزل من المكان المخصص ليه اللي هو كان مستبعد من الماتش عشان الاصابه. تمام. وكان ليه مكان مخصص، وقبل ما ركلات الترجيح تنتهي كان عايز ينزل الماتش ومنعه منظم، ولكن هو اصر اللي هو ينزل، وده ادى مشاجرة. وبعد الماتش شاف مصطفى شلبي وواحد السيد المشادة بين المنظم ودونجا، وتدخلوا وتعدوا على فرد الأمن. هو يقال ان هو فرد أمن منشأة، ويقال برضو ان هو فرد أمن من شرطة يعني الإمارات، لسه مش عارفين بالظبط هو ايه، بس هو تم الاعتداء على فرد أمن في المباراة. وشفنا شوية فيديوهات يعني للواقعة، وشفنا شوية تصريحات اللي طلعت. ظهر قصادها زي ما انت قبل اللايف كنت بتقولي، ظهر يعني قرارات حصلت او هتحصل فيما يخص الواقعة ديت من جانب إدارة الزمالك فيما يخص احمد سالم و عبد الواحد السيد. ان احنا اتكلمنا قبل اللايف ان في احتمالات يحصل، يمكن بس تعرف الناس. هو في الفتره ديت اتجاه من مجلس اداره الزمالك لاقاله الثنائي احمد سالم وعبد الواحد السيد، لكن القرار دوت لو هيتاخد بعد السوبر. بعد السوبر ده طبعا عشان خاطر احنا شفنا تصريحات، شفنا صور والتصريحات عموما بتاعت الزمالك بعد الواقعه اللي حصلت بتاعت دونجا وبتاعت عبد الواحد السيد. شفنا ان احمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك بيقول كلام، وحد من مجلس اداره الزمالك بيطلع يقول كلام تاني، ونكتشف في الاخر ان احمد سالم مش في الامارات وبيقول كلام وهو مش في الامارات، ده على حد قوله طبعا مجلس اداره الزمالك. فخليني برضو اقول لك ان النهارده السوشيال ميديا كلها وبعض الناس كانت طالعه تتكلم. انا دايما بستشهد بالسوشيال ميديا، تمام، لان احنا بنشوف اراء مختلفه عليها. شفنا الناس كانت بتقول ان مطالب ان بعد الواقعه دي ان نادي الزمالك يطلع يقول بالظبط ايه اللي حصل، وفي نفس الوقت قبل اي شيء يقدم اعتذار ويقول يعني يشجب الواقعه ديت، ويتكلم شويه عن ان الواقعه دي ما كانتش المفروض، وكان يعني المفروض يحصل حاجه كده بروتوكوليه عشان خاطر يعني يهدي الاجواء شويه، مش ان هو يبقى في تجاهل او في ردود زي اللي سمعناها من احمد سالم وما الى ذلك. النهارده حسام الممدوح قال تصريحات متاخره بس كويسه، ان تاتي متاخرا خيرا من الا تاتي. حسام الممدوح النهارده طلع قال كلام كويس جدا، قال لك احنا اتعاملنا في الامارات بشكل جيد بشكل محترم، وكان استقبال اكتر من رائع، وان اي تصريحات هدفها ان هي توقع بين الدولتين دي طبعا هتفشل. وشفنا تصريحاته قال ان احنا
ما اعلناش الانسحاب، وكمان يعني بي بي بيعتذر عما حدث، وده المهم ثقافة الاعتذار، ان نعتذر على الحدث وبعد كده نتكلم، مش نبقى مثلا في بعض الناس شايفه ان لعيبه الزمالك مش غلطان، في ناس شايفه ان لعيبه الزمالك غلطان، بس تصريحات حسام المندوب وكل الناس الموجوده في الامارات دلوقتي بتقول ان يعني الـ الناس اتقبلت بشكل كويس، فاحنا لازم يبقى ردنا يعني على الناس بشكل كويس برضو، ونعتذر على الواقعة. وطالب برضو، انت قلت لي حسام المندوب قبل اللايف قلت لي ان هو بيطالب بان الموضوع يكتفي بالغرامة، قول لنا بالظبط شوية برضو من قراءتك لتصريحات حسام المندوب. هو طلع عبر القنوات التلفزيونية وقال زي ما زميلي علاء قال، واعتذر عن موقف الثلاثي الزمالك واللي حصل في ماتش بيراميدز، وكمان نفى الكلام اللي كان قاله احمد سالم المتحدث الاعلامي للنادي، وقال ما كانش فيه اجتماع لانسحاب الزمالك ولا حاجه، هو بس كان اجتماع لدراسه الوضع، لان المجلس الاداره فكر كتير في الموضوع في ده الانسحاب. او سمعنا كلام كتير، او سمعنا كلام ان الكابتن حسين لبيب، سمعنا كلام مش اكيد، ان الكابتن حسين لبيب قال لي شيكابالا لو زمايلك فضل مقبوض عليهم هننسحب ومش عارف ايه وما الى ذلك، سمعنا الكلام ده. لكن الكابتن حسام مندوب او الاستاذ حسام مندوب نفى الموضوع ده تماما دلوقتي، تمام، وقال لا مفيش انسحاب، وده طبعا ده صح، يعني ده صح، احنا مش كل ما تحصل حاجه سواء بقى اهلي او زمالك هننسحب، ويا جماعه الدوله كبيره استضيفاك ومرحبه بيك وكده، ما ينفعش ان انا اقول هنسحب، وده فعلا تصرفات الكبار. فخليني بس اخد شويه تعليقات. عندنا استاذ محمد سامي بيقول لك منورين، لؤي بيقول توقعاتك الماتش هيتلعب في ميعاده، ده سؤال مهم، تمام، ليه؟ مش فكره الماتش هيتلعب، لان الزمالك طالب تاجيل الماتش 24 ساعه واترفض، فهو الماتش يا لؤي ان شاء الله هيبقى في ميعاده. بيقول لك الزمالك لو انسحب مين هيلعب مكانه؟ لو انسحب هيبقى الطرف اللي قابل الزمالك نص النهائي هو بيراميدز. ده حقيقي. وبالمناسبه مفيش نص صريح في لائحه كاس السوبر اللي كده، وفي الحاله ديت بيرجعوا الاستاذ عامر حسين في النقطه دي. ما دي حاجه غريبه برضو ان ما يبقاش فيه لوائح محدده من قبل، ساعتها ممكن بقى الاهلي يقول لك ايه، لا الزمالك انسحب فناخد السوبر، انت ليه تخليني العب مع بيراميدز؟ بيراميدز هيدخل برضه يقول لك اشمعنى بيراميدز يلعب، ما انا العب بالظبط ما نلعب بالظبط، بس لا بيراميدز، بس سيراميكا قصته قصه، وخسران من الاهلي مش خسران من الزمالك، سيراميكا كده خلاص هيبقى ضامن المركز الثالث، فاهم؟ هو بس الكلام هيبقى على 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 بيراميدز والاهلي. بيقول لك اللعيبه لو خرجوا يقدروا يلعبوا الماتش عادي، ده له اي عادل؟ دي حاجه صعبه يعني، ان هو دونجا مصاب، دونجا مصاب هو الوحيد اللي ممكن كان يقدر، مصطفى شلبي حاجه مستبعده يعني، نعم ده حقيقي. هل ايمان الجيب بيقول لك هل فتوح فعلا قدم الاهلي متوفى 12 مليون جنيه؟ احنا هنتكلم عن موضوع فتوح دلوقتي، فتوح النهارده كان في جلسه، يعني هننتقل على طول لموضوع فتوح، هنرجع تاني لو حد عنده اي اسئله يعني يبعت لنا وان شاء الله هنجاوب عليكم. عندنا فتوح النهارده كان عنده جلسه، وكان مصراوي عامل تغطيه جيده للجلسه، فتوح الجلسه بتاعته اتاجلت ليوم 16 نوفمبر، في الديه الشرعيه هتدفع اللي هي 1,700,000 تقريبا لاهالي المتوفى. اهالي المتوفى بالمناسبه النهارده يعني وافقوا على التصالح والتنازل عن الحق المدني، لسه التنازل عن الحق المدني ليس معناه ان القضيه انتهت، لان القضيه فيها شقين، الشق الاول هو الاكل، والشق الثاني السواقة تحت تأثير المخدرات. لو الأهالي اتصالحوا في الجزء ده لسه في جزء تاني، السواقة تحت تأثير المخدرات. ويمكن يأكد لي أستاذ محمد صاوي يقول لي أنا بتكلم صح كده ولا يعني لا. فده الجزئية فيما تخص فتوح. فتوح هتحدد له جلسة يوم 16 نوفمبر. احنا بنتكلم صح يا أستاذ صاوي، فكرة ان فتوح هيبقى الجزء الاول من قضيته القتل الخطأ،
والجزء الثاني التأثير السواقة تحت تأثير مخدرات، فلسه هيبقى القضية ماشية وإذا احنا قلنا اتأجلت. هما الأهل المتوفى قالوا إن خلاص هما تنازلوا عن الحق المدني تمام وتصالحوا، يعني مش تنازلوا تصالحوا، ساعتها بيعتبر بقى الحق المدني يعني جنائيا ايه ولوائحيا ايه مش عارفينه تمام، مش عايزين نفتي في الحته دي، لكن هم تصالحوا والديه مليون، الديه الشرعيه 1,700,000 جنيه تقريبا. طيب هيدفع كام بقى؟ 10 مليون 12 مليون مش عارفين، احنا بنتكلم عن ان التصالح الفعلي في الديه بيبقى 1,700,000 تقريبا. طيب في حد بيقول لك الزمالك مش هينسحب؟ بالظبط ده اللي اكد له المندوب من شويه وقال الزمالك جاهز لمواجهه الاهلي في النهائي. تمام عندنا برضو حد بيقول 10 مليون ده كلام بيتكلم على ان فتوح هيدفع 10 مليون وعندنا مين تاني محمود يعني لا مش هنقول حد بقى يعني هنقول عمرو حسين قال لك الزمالك مش هينسحب، وايمن عبد العزيز ابو العزم بيقول 10 مليون قصده على فتوح وعندنا يعني ثواني عشان اللايف وقف عندي، عندنا عمرو حسين بيقول الزمالك مش هينسحب، ومحمود احمد بيقول لك ايه العقوبات المتوقعه على لعيب الزمالك؟ العقوبات المتوقعة ليها كذا طرف، طرف من الزمالك وطرف من اتحاد الكورة. من الزمالك طبعا ما قدموش غير انه يخصم من عقد اللعيبة او يخصم منهم المبلغ اللي دفعوه كفالة النهاردة، ومن اتحاد الكورة بيبقى برضو خصم مبلغ مالي مع إيقاف. طيب هو بس برضو محمود اقول لك العقوبات المتوقعة ايه. هو بص احنا عندنا دلوقتي كنا بنتكلم انا وزميلي وائل قبل اللايف ايه اللي هيحصل بكره، هو في بكره جلسه حكم جلسه جلسه تحقيق حكم نهائي او عدمه مش عارفين تمام، هتبقى عبر الكونفرنس. فانا سالت يعني ايه عبر الكونفرنس، فوائل قال لي كل الجلسات في الامارات بتتم عبر الفيديو كونفرنس، القاضي بيبقى في الفيديو ومعاه اللعيبه في مقر اقامتهم فيديو، وبيتم رفع يعني الحيثيات وما الى ذلك على البي دي اف وبيتبعت، يعني مش هيبقى في محكمه ويحضروا في المحكمه والكلام ده، المحاكم تبقى عبر الفيديو كونفرنس عشان الدنيا تبقى واضحه للناس. دي بكره الجلسه بتاعت ثلاثي الزمالك. خلينا نقفل القصه ديت بتفاصيل محاكمه كانت بتاعت النهارده برضو الكفاله بتاعت ثلاثي الزمالك. جات لي من شويه معلومات من الامارات ان عبد الواحد السيد ودونجا ومصطفى شلبي تم الافراج عنهم افراج شرطي مع دفع الكفاله طبعا اللي هي 560 الف درهم اماراتي ما يعادل 7.5 مليون جنيه مصري. وده لحين ان هم المحاكمه بتاعتهم اللي هي في الفيديو كونفرنس زي ما قلنا. طيب ده الجزء بتاع فتوح والجزء بتاع ثلاثي الزمالك. عندنا كمان لاعب كمان بس مش هو اللي في المحكمة، هو مؤمن زكريا. لاعب مؤمن زكريا من فترة انت عارف القصة بتاعت مؤمن زكريا لما طلع مجموعة من الناس بفيديو وقال لك ده في حد معمول له عامل لمؤمن زكريا سحر والسحر موجود في مدفن اللاعب الكبير السابق الكابتن مش هقول مين هو عشان هو ايه مش عايز يتم الزج باسمه في موضوع اساسا هو موضوع فيك تمام. ففي جماعه في عاملين في المدافن فبركوا فيديوهات لمؤمن زكريا ان هو مصاب بسحر وسبب مرضه هو سحر، فعملوا فيديو عشان خاطر يجمعوا فلوس يجمعوا مشاهدات يجمعوا ويمكن الموضوع يوصل لمؤمن زكريا. وكمان اتزج باسم كابتن بقى يعني لازم اقوله كابتن مجدي عبد الغني زجوا باسمه ان هو في المدفن بتاعه وما الى ذلك. ده عمل مشكله، فلما تحرت الشرطه عن الموضوع لقى ان العمال في المدافن دول فبركوا الفيديو. النهارده اتحكم على الجماعه اللي فبركوا الفيديو دول بثلاث سنين. اللي فبركوا فيديو السحر المؤمن زكريا اتحكم عليهم ثلاث سنين على طول. ليه؟ لان الناس ديت تسعى الى
شهره من خلال الزج باسم لاعب زي مؤمن زكريا، وعملوا حاجات فيك عشان خاطر يقولوا يعني ان مؤمن زكريا مصاب بالسحر وان المرض اللي عنده ده مش سببه طبي، لا ده سببه السحر. ده كان يعني قرش ابرز الحاجات اللي عندنا. عندك اي حاجه من استعدادات الاهلي النهارده؟ كان اخر استعدادات كان في تدريب النهارده، هو التدريب والمحاضره الخططيه والفنيه، ومارس الكل اكتفى بكده النهارده، وعلى بقى التدريبات بتاعت بكره ان شاء الله. طب انا بس عايز الناس برضو تقول لنا توقعاتها للمباراه، احنا مش عايزين ننسى ان ده لايف رياضي مش لايف حوادث، عايزين نقول للناس قول لنا توقعاتكم للمباراه ايه. احنا رحنا، عارف احنا رحنا ساحات المحاكم مره، ما رحنا محكمه في مطروح، ومره محكمه في القاهره، ومحكمه كمان في الامارات، فاحنا ايه عمالين نلف في المحاكم. وطبعا احنا في مصر بنقدم لكم تغطيه من كل الاماكن دي. قول لنا بس توقعاتكم للمباراه ايه، ويعني شايفين ان الزمالك لو بكره، يعني لو الزمالك بكره تاخد اجراء في اللعيبه بتاعته اجراء قوي، هل ممكن الزمالك ينسحب ولا خلاص حسام الممدوح قفلها تماما؟ يعني دي حاجه صعبه نتوقع بيها ونتهينا، بس خلينا نشوف يعني. طيب هو دلوقتي برضو خلينا اقول لكم ان جوميز النهارده طالب لعيب الزمالك بالتركيز. جوميز النهارده اجتمع بلعيب الزمالك وقال لهم احنا لازم نركز، انسوا اللي بره الملعب خالص، كده كده بوم ده مش معانا، ومصطفى شلبي كان كده كده هيتوقف بسبب اللي عمله، بس مش عارف هيلعب المباراه ولا كان هيتوقف بعد السوبر ولا هيلعب المباراه ولا بعد اللي عمله في التغيير لما اتغير واتعصب والزمالك غرمه، بس كان هيتوقف قبل السوبر. فهو قال لهم انسوا وركنوا ده على جنب، خلينا نركز في المباراه. وخد بالك من حاجه، في ناس بتقول تهديد الزمالك بالانسحاب هي خطه خلاها استراتيجي زي كل مره. الزمالك قبل كل مباراه مهمه بيعمل اللي كان بيعمله موسيماني مع الاهلي، كان بينيم الاهلي، فايه لعيبه الاهلي تروح تركز بره الملعب خالص، تركز الزمالك هيجي ولا مش هيجي ولا مش عارف ايه. كده كده الزمالك بيقول جوه المعسكر بتاعه احنا هنلعب، بس بيصدر الاعلام احنا مش هنلعب، كجزء من خداع الاستراتيجي ده الناس اللي بتقوله. طيب خليني اقول لك جوميز قال ايه للعيبه النهارده بتاعت الزمالك. طبعا قدم لهم التهنئه على الفوز في مباراه بيراميدز، اتاهل للمباراه النهائيه، وقال لهم قد ايه ان المباراه قدام الاهلي هتبقى صعبه، لان الاهلي خسران من الزمالك في السوبر الافريقي ومش ناوي يخسر في السوبر. وقال لهم اقفلوا ملف بيراميدز نهائي، خلاص انتهى بكل ما فيه، نعدي المباراه ديت ونشوف بقى مشاكلنا، اللعيب اللي هيتحبس، اللعيب اللي هيحصل في ايه، اللعيب اللي هيحصل في ايه، ركزوا في المباراه مالكوش دعوه باي حاجه تاني. وقال لهم اشتغلوا في التدريب كويس لان مفيش مكان لاي متكاسل في الفريق، وكمان يعني زي ما قلت لك قال لهم ركزوا في الملعب فقط وما تركزوش في اي حاجه تاني ليها علاقه بالاحداث الخارجيه. هدفكم الاول والاخير هو تحقيق السوبر المصري، يبقى الزمالك ياخد السوبر الافريقي والسوبر المصري. الزمالك عمل حاجه السنه دي شكل كويس، طالع كونفدراليه، سوبر محلي، سوبر مصري، سوبر افريقي، فده يبقى بالنسبه للزمالك حاجه كويسه جدا. الاهلي هيبقى طالع دوري ابطال افريقيا ودوري مصري، فبرضه هيبقى في ايه الكفه متوازنه شويه، لان برضه هو مش عايز اللعيبه تفقد تركيزها عشان ما تفقدش بطوله زي كده، عشان ما تفسدش. هو بعض الناس بيقول لك الزمالك لو خسر السوبر المصري ممكن يفقد الحماس او النشوه اللي كان واخدها بفوزه من السوبر. فبس فخليني برضو اقرا شويه تعليقات من اللي جات لنا من زمايلنا. خلينا نشوف التعليقات يا قرش، الناس بتتوقع ايه. احنا 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 التعليقات راحت مني بس. ايوه اهو، معلش انا اسف. طيب هو مفيش تعليقات جديده،
يعني انت في حابب بتضيف اي حاجه يا قرش؟ كله تمام لحد دلوقتي. احنا ده لايف، ده لايف حوادث رياضي تمام، لعيبه من المحاكم، من الملاعب للمحاكم، من المحاكم للملاعب. بشكرك يا قرش، ونشوفك ان شاء الله في لايفات ثانيه ان شاء الله باذن الله. بشكركم كل متابعين موقع مصراوي، وان شاء الله نشوفكم في لايفات جديده واخر المستجدات اللي هتحصل فيما يخص السوبر المحلي والاجواء الساخنه في الملاعب والمحاكم. شكرا، كنت معاكم علاء احمد ومحمد القرش.